احنا جمعية الأنف والحنجرة تقيم ورشة عمل بالتعاون مع جامعة العلوم التطبيقية الخاصة في عمان. هذه الورشة مدتها لمدة 4 أيام، متخصصة في جراحة الجيوب الأنفية بالمنظار وجراحة الأذن وزراعة القوقعة. الجمعية استخدمت 5 محاضرين أساتذة من مصر وتركيا من ذوي الخبرة العالية في هذا المجال وفي التدريب. هذه الورشة تحرص على رفع كفاءة أطبائنا. عدد المشاركين في هذه الدورة 56 طبيب أردني، وهناك عدد من أطباء من خارج المملكة حضروا لهذه الغاية، وكذلك هناك عدد من المساعدين للأطباء الأساتذة الزائرين من داخل أردن. أطبائنا عددهم 28 طبيب سوف يكون حريصين على تدريب الأطباء الجدد الذين سجلوا في هذه الدورة بمتابعة الحثيثة أثناء التشريح. هذه الورشة هي عبارة عن ورشة تشريحية لتساعد الطبيب لإجراء العمليات المستقبلية في غرفة العمليات، لأن الجراحة هي طبيب واحد يستطيع أن يقوم بإجراءها، لذلك التدريب على الجثث ومسبقا هي ترفع من كفاءة الطبيب وتدرب على كيفية إجراء العمليات في المستشفيات. ورشة العمل دي ورشة مهمة جدا، لأن هي بتتعامل مع تدريب الأطباء، شباب الأطباء، على كيف ان هم يعملوا عمليات الانف والجيوب الانفيه باستخدام المناظير الضوئيه والاجهزه الحديثه، اجهزه التفتيت اللحميه والجهاز الملاحي، عشان يقدروا يعملوا عمليات سليمه وامنه في نفس الوقت. وفي الحقيقه طبعا يمكن امراض الانف والجيوب الانفيه كتير، لحميات الانف، التهابات الجيوب الانفيه اللي هي المزمنه، الفطريات والاورام الحميده والخبيثه، وثقب قاع الجمجمه، وكل الحالات دي بنقدر نتعرض ليها في خلال ورشه العمل. في الحقيقه ان ورشه العمل اهميتها ان هي فعلا الاطباء بيقدروا ان هم جزء اكاديمي وجزء كلينيكي بيتعلموا كيفيه استخدام الاجهزه الحديثه دي والمناظير الضوئيه، بحيث ان يقدروا يعملوا العمليات دي بطريقه امنه عن طريق فتحه الانف اللي هي الخارجيه ودون اي فتحه في الوجه او تحت الشفه. فممكن استئصال اللحميات دي بالكامل من جدرها، ممكن استئصال الفطريات كلها، ممكن التحكم وشيل برضه واستئصال الاورام الحميده وحتى الخبيثه باستخدام المنظار الضوئي واجهزه تفتيت اللحميه والجهاز الملاحي. في الحقيقه دي طفره كبيره جدا جدا، ويمكن ليا الشرف فعلا في التعاون مع جمعيه الاردنيه للانف والاذن والحنجره من اجل فعلا تدريب الشباب. وطبعا العلاقه الوثيقه ما بين مصر والاردن بلد واحده وتاريخ كبير، وحقيقه الحفاوه الشديده اللي الواحد بيلقاها من الاخوه في الاردن مبالغ فيها، بتخلي الواحد فعلا سعيد وفرحان لما يرجع بلده بإذن الله.